كما تلاحظون إخوان، يعني اللاعب إيبيك مضمون إن شاء الله. سوف نرى على ماذا سوف نحصل إن شاء الله. أوكي فاندرفارت، أوكي إخوان، يعني جربوا الثغرة واكتبوا لي في التعليقات أي لاعب حصلتم عليه من هذه الثغرة. السلام والاحترام أصدقائي الكرام، ومرحبا بكم في مقطع اليوم وفي آخر ثغرة للحصول على لاعب إيبيك، يعني هذه اللفة الأخيرة لسوء الحظ. ولكن إن لم تحصل على لاعب إيبيك فجرب هذه الثغرة، أنا متأكد ومتأكد أنك سوف تحصل على لاعب إيبيك، لأن الثغرة سوف تزيد حظوظك بنسبة خيالية. كما ترون حصلت على روزيكي في هذا الحساب، ولما لا سوف نحصل على لاعب إيبيك آخر. المهم أول خطوة سوف نقوم بها الدخول عند كولو مواني مرة واحدة، نفس الشيء عند ميكيل مورينو، ثم سوف ننتقل عند بارك جينسون مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته، ثم يا أخي الكريم مرتين عند فاندرفارت، نفس الشيء عند اللاعب ليزارازو، ثم يا أخي بعد ذلك سوف ننتقل عند فان باستون أربع مرات، ثم بعدها سوف ننتقل عند خوليو سيزار مرة واحدة والإطلاع على إحصائيته، مرتين عند فرناندو توريس، ثم نفس عند روزيغي أخي الكريم، بعدها مباشرة مع أليكسي والرجوع واللف باللفة المجانية لهذا اليوم. كما تلاحظون إخوان، يعني اللاعب إيبيك مضمون إن شاء الله. سوف نرى على ماذا سوف نحصل إن شاء الله. أوكي فاندرفارت، أوكي إخوان، يعني جربوا الثغرة واكتبوا لي في التعليقات أي لاعب حصلتم عليه من هذه الثغرة.